سلام صفا، معكم اخوتي مول مكانة. اليوم غادي نهضروا على عينين تاتا، غادي نهضروا على ديك المراه اللي ما كتعرف لا ربي لا عبدو، غادي نهضروا اخوتي على ديك المراه اللي سرقات الراجل، وغادي نهضروا ايضا على المراه الجديده اللي بانت ديال مارت عادل الميلودي. كما كتعرفوا اخوتي راه هو ديجا كان قالها وقال لك انا عيالات ديال المغرب اولا نساء المغرب كلهم فعلت ليهم ودرت ليهم، راكم عارفين بلا ما ندخل التفاصيل كنا كنعرفوا هذه القضيه هذه. وحتى عينين تاتا كانت قالتها واحد النهار، قالت لك عادل راه فسد مع النص في المغرب، 80% من المغربيات فسد معاهم عادل، عيت هو حيت هو مفتش كورومبو اولا حيت هو سميتو دانييل اولا شي حاجه اولا فريد اطراش. عادل ميلودي قرقبوا عليه مؤخرا، ولكن ماشي الوليدات ديالو، قرقبوا عليه على حساب الضرب والجرح مع امين ميلانو. امين ميلانو خوتي بحالو بحال عادل ميلو، حتى هو فنان، حتى هو كيعرف يغني. المهم غادي نهضروا على عينين تاتا، نرجعوا ليها. عينين تاتا بغات دير عامره في خاويه العزيز الخطابي، امنيه الخطابي بغات انها تقول بهم، وحقا ما حقا بغات تبين الراي العام انهم تصالحوا، حيت البارح كانت امها ديك الموظفه البرميطه امها اللي كانت خدامه في البار كانت مع امنيه الخطابي. كنا شنا لا فيديو، كنا شنا لا فيديو، قلنا صافي راه السيده غادي تصالحوا بيناتهم، غيكون واحد الصلح تدريجي ان شاء الله، والمياه ترجع لمجاريها، وعينين تاتا حتى هي غادا تتواضع كما قالت هي. الله يهديها عينين تاتا، الله يهديها، راه هادشي اللي كدير فيه راه ما غاديش يكمل ليها على خير. ولكن خرج عزيز الخطابي اللي هو ولد عادل ميلودي، خرج بالرغم انه شاف باه في هذيك الحاله، مشى عنده مسكين حتى المعتقل ديالو، ودالو الماكله ودالو شي حاجه ديال باش يكمي، ودالو داكشي كامل. ولكن اخوتي السيد هذا عينين تاتا تمادات، وبغات تنصب على هاد وليدات الشعب مساكن بوفريا، وبغات تعطيهم حتى هما العصير باش على اساس انهم يقولوا المغاربه حقا ما حقا عينين تاتا ووليداتها راهم تصالحوا وكذا. لا، عينين تاتا بغات غير تنصب عليهم باش تاكل اليوم فلوسات ديالهم ورزقهم اللي ضايعين فيه سنين، حيت اقل حاجه ملي غادي يتم ثبوت النسب وليدات الميلودي اللي هما عزيز وأمنية غادي يطلبوا الورث ديالهم، غادي يطلبوا واحد حاجه سميتها الورث. هادشي اللي خايفه منه عينين تاتا، علاش؟ لان عارفه راسها انه غادي يمشي لها اكثر من نص من ديك الفلوس اللي عندها، وهي خايفه من الافلاس. كان ديجا قالها خو عادل الميلودي واحد النهار في واحد المقابله.